هذا المنظر البديع في سد الغيل في مدينة كلباء، نجتمع معاكم وننطلق في رحلة جديدة في الشرقية. رحلتنا اليوم راح تكون مختلفة بما أن راح يشاركونا أطفال وجميلات، راح تكون فرصة لنا نتعرف عليهم وعلى مواهبهم وأيضا ناخذ مكان سياحي مميز في مدينة كلباء، وأكيد أنتوا راح تكونون معانا وترافقونا في رحلتنا لهذا اليوم واللي راح تتميز بكل ما فيها من جمال. يا مرحبا بكم وتعالوا نبدأ نتعرف على أطفالنا وننطلق في رحلتنا. الرابع 5، عمري 10 سنوات، وهوايتي الرسم والتلوين والسباحة، وأنا جاهزة اليوم عشان أغلب الفريق الثاني. أنا سجى عيسى من صف رابع 5، وأنا هوايتي هي الرسم والسباحة، وأنا متحمسة وايد عشان الرحلة. أنا اسمي حمدة فهد من الصف الرابع، عمري 9 سنوات، هوايتي الرسم والسباحة. أنا اليوم وايد متحمسة لأني مشاركة بالرحلة. أنا اسمي ريم معاذ من الصف الرابع 5، عمري 10 سنوات، هوايتي الرسم والتلوين. أنا متحمسة لأني مع أصدقائي. أنا نور سلطان من صف الرابع 1، عمري 9 سنوات، أنا عندي وايد هوايات مثل ركوب الخيل والباليه والرسم والسباحة. وأنا اليوم مشاركة بالرحلة وأنا وايد متحمسة لأني أشوف ربيعاتي. أنا اسمي سارة سامي من صف الرابع، عمري 9 سنوات، ومتحمسة حق الرحلة. اجتمعنا مع الجميلات اللي راح يشاركونا في رحلتنا لهذا اليوم، بنبدأ نتعرف عليهم قبل أن ننطلق في رحلتنا لهذا اليوم. أول شيء عندي ما شاء الله جميلات على يميني، واللي أولها نور سارة، وسارة ريم، وريم، وعندي على يساري منال، ايه سجى، وسجى حمدة، وحمدة. ما شاء الله عليكم فريقين راح تتنافسون طوال هذه الرحلة اللي راح تجمعنا اليوم في احد الاماكن السياحية. واول سؤال لكم، نحن وين الحين؟ نحن في كلبة. في كلبة، شو اسم المكان اللي نحن فيه؟ منو يعرف؟ انطلاقتنا اليوم من احد السدود في مدينة كلباء، هو سد رفيصة. أعطيكم اختيارات؟ نعطيكم اختيارات، هل هو سد الغيل ولا سد طريف ولا سد السار؟ سد الغيل. الغيل ولا الطريف؟ الغيل. متأكدين؟ ها؟ متأكدين. شو تقولون؟ الغيل؟ لا. ها؟ الطريف. الطريف؟ وانتو شو تقولون؟ الغيل. الغيل؟ يمكن إجابة غلط. لا ما بتغيرون؟ ما بنغير. والله إجابتكم صح، اليوم انطلاقتنا من سد الغيل. سد الغيل طبعا معروف بتجمع مياه الأمطار اللي تشوفونها، وما شاء الله فيه عدد من الطيور، إن كان البط أو غيره من أنواع كثيرة من الطيور تتجمع في هذا المكان تشرب وتاكل، ويعتبر هو موطنها في هذه المنطقة، وسمي سد الغيل نسبة للمنطقة اللي يقع فيها هذا السد، وهي منطقة الغيل. الحين اللي علينا نتوجه للحافلة ونبدأ إن شاء الله رحلتنا. حياكم. والحين نقولكم أكيد راح نشارككم رحلة في المنطقة الشرقية راح تكون مختلفة برفقة هالجميلات اللي راح يكونون معانا لهذا اليوم. والحين بلحقهم قبل لا يروحون عني وينطلقون في الحافلة. Thank you.
انزين، حد يعرف شو اسم هذا المكان؟ شو اسمه؟ حديقة الطيور. حديقة الطيور أو بمسماها الصحيح مركز كلباء للطيور الجارحة. شو يضم هذا المركز؟ الطيور. الطيور الجارحة. الطيور الجارحة اللي كان يعتبر هذا المكان هو موطنها الأساسي والرئيسي، وكانت تعيش في هذا المكان في السنوات اللي مضت. وهذا المركز رجع هذه الطيور ووفر لها البيئة المناسبة، وقدر بأنه يخليها تتكاثر وتعيش بأمان وسلام في بيئتها وطبيعتها. زين؟ طبعا هذه اللي تشوفونها هنا، هذه كلها المجسمات للطيور اللي موجودة في هذا المركز. إن كان من النسر، إن كان من الصقر، إن كان من أنواع كثيرة من الطيور اللي راح نشوفها ونتعرف عليها. وإن شاء الله بعد يكون في عرض إذا لحقنا عليه نشوف هذا العرض للطيور اللي راح تكون موجودة في هذا المكان. جاهزين؟ جاهزين. متحمسات؟ متحمسين. ننطلق؟ يلا حيا. من هذا المكان ومع أصوات الطيور اللي نحن الحين نسمعها وصلنا معاكم إلى ما بعد الجولة اللي خذناها في المركز. تعرفنا على الطيور وتعرفنا بعد على الحيوانات الأليفة، وقلنا لكم لازم تركزون بكل معلومة راح نشوفها أو نسمعها أو يخبرونا إياها، صح ولا لا؟ صح. زين، وقبل لا نتنافس ونشوف منو اللي عنده أكبر مخزون للمعلومات لهذا المركز والطيور اللي نحن زرناها، بناخذ تسمية للفريقين. عندنا الفريق اللي على يميني، شو بتسمونه؟ اختاروا اسم، وانتم بعد لازم تختارون اسم. شو بتختارون؟ ها؟ فريق البنات. فريق البنات، وانتم؟ ها؟ فريق الزهرات؟ فريق الزهرات. والحين راح نروح ونتعرف على مواهبكم، وابدا من فريق الزهرات. وأول وحدة عندي منال. منال شو موهبتك؟ الرسم والتلوين والسباحة. الرسم والتلوين والسباحة، يا سلام. شو ترسمين؟ وردة. هي. أو شيء. يعني لو قلنا لك الحين ارسمي طير في هالمكان، تقدرين ترسمين؟ لا. شو ترسمين؟ وردة، شجرة، فراشة. فراشة، البحر، بيت. بيت، يبل. شيء. يا سلام عليك، والله هذه الموهبة جميلة. وتخلينا نعرف شو الأشياء الحلوة اللي في داخلنا من خلال هذه الفنون اللي نحن نتميز فيها وتعتبر موهبة لازم نطورها. أزين، عندنا سجة بعد. سجة شو هي موهبتك؟ رسم وتلوين وسباحة. رسم وتلوين وسباحة، يا سلام. الرسم والتلوين والسباحة، تسبحين في المسبح ولا في البحر؟ عادي. في أي مكان؟ عادي. في البحر وفي المسبح، يا سلام عليك، والله ما شاء الله عليك مبدعة. وعندنا بعد آخر وحدة من فريق الزهرات وهي حمدة. حمدة شو موهبتك؟ السباحة والرسم. السباحة والرسم، ما شاء الله عليكم، طبعاً متوافقات في المواهب، وما شاء الله عليكم. أنا متأكد أن أنتم موهوبات ومهارات في هذه المواهب
اللي عندكم وتتميزون فيها عن غيركم لما تمارسونها. اني انا الحين للفريق اللي موجود على يساري وهم فريق البنات، وعندنا اول وحده وهي نور. نور شو موهبتك؟ انا عندي وايد هوايات مثل السباحه والرسم والباليه، يعني عندي. يا سلام، السباحه والرسم والباليه وركوب الخيل. ما شاء الله، متى تعلمتي ركوب الخيل؟ الشهر اللي فات. الشهر اللي فات تركبين خيل الحين بروحك ولا حد لازم يقود الخيل؟ احيانا يعني هم يخلوني يمسكون الخيل واركب، احيانا يخلوني بروحي. ما شاء الله، ودك يصير عندك خيل ملكك خاص فيك؟ هي. شو بتسمينه؟ واو. ها، ما اخترتي اسم؟ لا. اختاري اسم لازم، يمكن ان شاء الله نهديك خيل وتكونين خياله في المستقبل وفارسه، نشد الظهر فيك وتشاركين في مسابقات وتجيبين مراكز اولى ان شاء الله. ان شاء الله. زين، ونينا لوحده بعد من فريق البنات واللي هي ساره. ساره شو موهبتك؟ الرسم والسباحه. الرسم والسباحه، يا سلام عليك. شو ترسمين؟ ارسم الاشياء البسيطه. شو اخر رسمه رسمتيها؟ اخر رسمه ايه فيل. فيل، يا سلام. نحن كان المفروض نشوف لوحاتكم، ولكن في المره الجايه ان شاء الله بنشوف اللوحات وبنرسم وبنتعلم، وانا ابغيكم انتم تعلموني على الرسم بما ان ما شاء الله انتم كلكم مبدعات في الرسم. زين، واخر وحده عندنا من فريق البنات وهي ريم. ريم شو هي موهبتك؟ الرسم والتلوين. الرسم والتلوين، ما شاء الله، شو ترسمين؟ ارسم الحدائق، ارسم البحر، ارسم الحيوانات. يا سلام، زين، بما ان تعرفنا على مواهبكم، ما شاء الله انا اسمع الحين مكبر الصوت وهم ياسين يعلنون عن بدء العرض للطيور اللي موجوده في هذا المركز وفي هذا المكان. الحين بنروح اسرع شيء وبنستمتع بالعرض، وعقبها بنوصل الى التحدي الاخير، شو رايكم؟ اوكي. انطلقنا. وصلنا معاكم للتحدي الأخير، وجولتنا اليوم كانت في مركز كلباء للطيور الجارحة، واخترنا بأن نحن نتعرف على الطيور الجارحة المتواجدة في هذا المركز. خذنا جولة واستمتعنا في العرض، وكذلك تعرفنا على الحيوانات الأليفة اللي موجودة في هذا المركز. الحين السؤال، قبل لا نبدأ جولتنا ونعرف التحدي منو راح يفوز فيه وراح ناخذ أي فريق يتوج في هذه الرحلة، قبل لا نبدأ أسئلة، اول شيء ناخذ رايكم بالجوله وكذلك العرض اللي قدموه المركز. شو رايكم بالعرض؟ حلو، كان وايد حلو. شو الطيور اللي تعرفتوا عليها؟ الشاهين والبومه البيضاء. ايه، الشاهين والبومه البيضاء. الذهبي وشو بعد؟ والصقر ذو وجه مجعد. والنسر في الوجه المجعد. يا سلام عليكم، وقدموا لنا العرض اللي كان في هذا المكان المميز اللي نحن واقفين حاليا، وكانت فرصة بأن احنا نتعرف على الحيوانات والطيور بشكل محدد والطيور الجارحة اللي تعيش في هذا المكان. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال الأول، من بعد ما تعادلتوا كم كانت النقاط؟ واحد مقابل واحد. الحين السؤال اللي جاوب أسرع، والسؤال يقول شو اسم أكبر طائر موجود في المركز؟ أكبر طائر. النسر ذو الوجه المجعد. شو تقولون؟ نفس الشيء، نفس الإجابة. النسر ذو الوجه المجعد. صح الإجابة؟
منو جاوب اول؟ احنا. انتوا جاوبتوا؟ نعطيكم نقطتين مقابل نقطة. الحين بناخذ معاكم سؤال ثاني، والسؤال يقول ركزوا، يا انكم تنافسون وتتعادلون معاهم، يا انهم يتقدمون عليكم نقطتين. اتفقنا؟ والسؤال يقول اصغر طائر موجود في المركز. اصغر طائر شيهان. شفناه قبل شوي هني. شيهان وشي شاهين. شاهين؟ شاهين ولا شو؟ شاهين. ها؟ لا شاهين. شاهين؟ تأكدات؟ لا. ها؟ في عصفور ثاني بس ما اعرف شو اسمه. عصفور؟ لا. مو شي عصافير. ما عصافير. اصغر طائر شو هو؟ شو هو؟ العوسق. شفناه بس ما طبعا جزاهم الله خير القائمين على هذا المركز، يعطونا المعلومات الكافية اللي نحن نتعلم منها عن هذه الطيور اللي موجودة. ما حد جاوب. زين، سؤال سهل وسريع. السؤال يقول شو الطائر او شو اسم الطائر اللي لونه ابيض؟ البومة البيضاء. منو جاوب قبل؟ منو جاوب قبل؟ انتوا ولا هم؟ احنا. منو؟ الاثنين مع بعض؟ نقطة هني ونقطة هني، ولكن لا زلتوا متقدمين عليهم ثلاث نقاط مقابل نقطتين. زين، السؤال بعد هني راح يكون للأسرع. أعطوني أول حيوان شفناه في قسم الحيوانات الأليفة. الخيل. الماعز. ماعز، يا سلام عليك. الماعز هي كانت من الحيوانات المنزلية أو الحيوانات الأليفة اللي موجودة في هذا المركز. الحين تعادلتوا ثلاث نقاط مقابل ثلاث نقاط. نبدأ بالتحدي اللي قدامنا، والتحدي هو عبارة عن صندوق موجود أمام كل فريق، في داخل هذا الصندوق عدد من المجسمات. شو هي المجسمات؟ هني راح يكون التحدي. كل واحدة منكم بتحط إيدها داخل هذا الصندوق وتمسك واحد من هذه المجسمات وتخمن شو هو المجسم. إذا خمنتها صح راح نستبعد هذا المجسم وتحسب لكم نقطة، وإذا ما قدرت تخمني فما راح تحسب لكم النقطة، وننتقل للفريق اللي بعده. اتفقنا؟ نبدأ؟ البداية راح تكون عند منو فيكم؟ هما عندهم ولا عندكم؟ عندهم. عندهم؟ ضحوا فيكم. زين، انت يا وش نبدأ التحدي؟ وعند ريم أول شيء، ونقول واحد اثنين ثلاثة. وابدي يا ريم، حط ايدك داخل الصندوق. الاثنين. ايدك الاثنين. الاثنين. واي مجسم امامك تخمنين شو هذا المجسم قبل ما تطلعينه. بس واحد. ها؟ سيارة. سيارة؟ متأكدة؟ سيارة، طلعيها بشوف. يا سلام عليك، شوف فعلا خمنت السيارة وتحسب لكم نقطة. أربع نقاط مقابل ثلاثة. منو فيكم يبدأ؟ هي. منو؟ حمدة. أنتِ؟ منو فيكم؟ اتفقوا يلا فريق، لازم تكونوا متعاونين ومتفقين. حمدة. يلا يا حمدة، واحد اثنين ثلاث. بسم الله. سيارة. سيارة بعد؟ أشوف طلعيها. يا سلام عليك، وهني بعد سيارة وتعادلتوا. يلا اللي عقبها. أنا. أبغيكم أسرع. أنا الحين طيب. يلا روحي. واحد اثنين ثلاثة. شو راح تخمنين؟ في أكثر من مجسم بداخل هذا الصندوق. جمل. الجمل؟ أشوف طالعين مجسم. يا سلام عليك، وفعلا جمل. الحين وصلنا إلى خمس نقاط. منو حسب وياي؟ خمس نقاط. خمس نقاط. خمس نقاط مقابل أربعة. يلا نبدأ، عند منو الحين؟ سجى. سجى، يلا بسم الله يا سجى. شو عدنا؟ شو عدنا؟ لازم تخمنين قبل لا تطلعين المجسم برا الصندوق. أسرع شوي. أسد. أسد؟ أشوف طالعين مجسم. يا سلام عليك، وهذا الأسد، وكان تخمينها صحيح. والحين تعادلتوا خمسة مقابل خمسة. الحين دوركم. منو؟ نور. يلا روحي نشوف شو راح تخمن. شو المجسم اللي بيدك؟ خيل. خيل؟ نشوف الخيل. خيل. هاتي. حميطة. الخيل، والله إجابة صحيحة طبعا. هذا هو الخيل. وصرنا ستة مقابل خمسة. مقابل خمسة. يلا منو فيكم الحين؟ لويا. يلا بسم الله ونشوف شو راح تخمن معانا من المجسمات.
بدون لا نشوف شو داخل الصندوق. ها شو عندنا؟ اسرع شوي اسرع شوي اسرع شوي. شو عندنا من المجسمات هني؟ شو هذا اللي بيدك؟ شيء لونه رصاصي. فيل. فيل. والله فعلا فيل. شوف طلعي مو فيل، ما شاء الله عليك خمنته زين. يمكن في اشياء ثانيه لونها رصاصي بس الفيل لونه رصاصي. والحين صرنا سته مقابل سته مقابل سته. الحين التحدي الاخير راح يكون في جوله فاصله ما بينكم. راح نختار وحده منكم، راح نختار وحده، ولكن قبل لا نختار انا عارف انكم انتم يا ستشوفون نلخبط شوي الاشياء اللي داخل. الحين راح تخمنون شو الاشياء اللي داخل، ولكن اسرع وحده منكم راح تخمن. منو الفريق الاسرع اللي راح يخمن شو المجسم اللي في ايده راح تحسب له النقطه. اتفقنا؟ نعم. منو راح يكون من فريقكم؟ انت وهني. يلا حمدة. نقول واحد، راح يعتمد على السرعة. واحد اثنين ثلاثة. أسرع شخص راح يطلع مجسم. ها عنكبوت. عنكبوت غلط. لا اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. يلا اللي بعدها. ها شو عندنا هني؟ شو عندنا هني؟ أسرع شوي. هذا أسد. أسد. لا ما قلتي، لازم تقولين قبل أطلع. خلاص طلعي الطيارة يبيها. يلا غيره 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 غيره. أسرع 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 أسرع. ها شو عندنا؟ كل المجسمات صعبة؟ لا. ها شو اللي في يدك؟ أسرع شوية. شوف شو في يدك. وايد سهلة. وايد سهلة. وايد سهلة اللي في يدك. زرافة. زرافة. شوف يا سلام والله فعلا زرافة. يس. حسمة النقطة. نوقف. طلع يدنا. شو كنتي ماسكة بشوف؟ طلعيها. هذا شو؟ ديناصور. الحين صرنا سبع نقاط مقابل ست نقاط. ست نقاط. زين، أول ما تواجدنا في ساحة العرض كان عندنا أول طير قدم لنا عرض واللي هو البيدق. منو جاوب هني؟ جاوبه قبل. البيدق. هل الإجابة صح؟ الإجابة صح، يستاهلون تعادلوا. والحين صرتوا متعادلين سبع ثمان نقاط. سبعة سبعة. لا الحين سبعة سبعة مقابل سبع نقاط. أنتوا كنتوا سبع وهم كانوا ست. هي هم سبعة ستة ونحن كنا سبعة. هي الحين هم جاوبوا فصاروا سبع نقاط مقابل سبعة سبع نقاط. تعادلتوا وما شاء الله عليكم، كلكم جميلات موهوبات وأذكياء، وتعرفون تثبتون المعلومة، وكنتوا ما شاء الله قد التحدي في رحلتنا لهذا اليوم. استمتعتوا في الرحلة؟ نعم. الحين بقى عندنا شيء واحد. شو هو؟ شو باقي؟ منو يقول شو باقي عندنا؟ مو بناسين شيء؟ الهدايا. الهدايا. لو ما خمنتوا كنت شليت الهدايا وروحت. فكل وحدة تاخذ هداياها هنا قدام. تاخذون هداياكم وترجعون عندي. كل وحدة تاخذ هديتها وتستاهلونها، وعليكم بألف عافية. يلا ترجعون هني. كل وحدة في مكانها. تيجي هنا. ونقول لكم يعطيكم العافية. شكرا لأنكم كنتوا معنا في رحلتنا لهذا اليوم. وبسألكم، استانستوا في الرحلة؟ هي. أكيد. أكيد. مش كثر؟ وايد. وايد. أكثر من وايد. وإن شاء الله بعد المشاهدين يكونوا استانسوا معنا في رحلتنا في مدينة كلباء، واللي اخترنا لهم مركز كلباء للطيور الجارحة. الحين شو بنقول حق المشاهدين؟ مع السلامة. مع السلامة. وأنتوا يلا بعد مع السلامة. حياكم وتفضلوا، والحافلة بانتظاركم. يلا اشوفكم على خير. مع السلامة. حياكم من هني. مع السلامة. مع السلامة. هذه هي رحلتنا لهذا اليوم في مدينة كلباء، وتحديدا لمركز كلباء للطيور الجارحة. نشوفكم على خير في رحلة قادمة، وأكيد في مكان جديد في المنطقة الشرقية. مع السلامة.